ما دام الله عز وجل قد خصك بشيء فاشكر الله عليه. أنا أتحدث اليوم عن الحالة النفسية للإنسان، الإحباط واليأس، وأن تحمل نفسك ما لا تطيق، وأن تتشاءم، وأن تصبح تعيسا يائسا، هذا هو الانهزام الداخلي، وهذا أخطر من الانهزام الخارجي. أيها الإخوة الكرام، موضوعات ثلاثة تنطوي تحت آية واحدة، هي قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الموضوع الأول هو أن بعض القلق ضروري لحياتنا النفسية، فالقلق ضروري للحاضر وللمستقبل، ولكن في حدود، بحيث لا ينتهي القلق إلى اليأس والتعاسة. بعض أنواع القلق كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. أيها الإخوة، بعض الناس يهربون من القلق عن طريق عدم مواجهة الحقيقة، والنتيجة أنهم يهربون من الحقيقة ويصبحون أكثر تعرضاً للقلق. واجه الحقيقة، لا تخف منها، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أول خطوة في حل المشكلة أن تعلم أنها مشكلة، أول خطوة في علاج الضغط المرتفع أن تعلم أنه معك ضغط مرتفع. لا تجبن عن مواجهة الحقيقة، ولو أدت إلى بعض القلق فإن الهروب من الحقيقة يوقعك في قلق شديد جداً قد ينتهي إلى اليأس. أيها الإخوة، ينبغي أن نحاول التخلص من القلق، ولكن بطريقة عملية. أولاً، لا تطلب من نفسك أشياء فوق قدرها، اعرف حجمك، اعرف إمكاناتك، اعرف قدراتك، لا تطالب نفسك فوق ما تستطيع، عندئذ تقع في الإحباط وفي القلق، لا على مستواك الشخصي ولا على مستوى الأمة. هذا واقع يجب أن نقبله كي نعالجه، أما إذا رفضناه فرض علينا واقع أشد وأدهى. الكثيرون يحملون همومًا أكبر من إمكاناتهم وطاقاتهم، بل ربما كانت أكبر من إمكانيات الأمة كلها في مثل هذه المرحلة، وهذا يصنع لهم قلقًا دائمًا. مرة ثانية، الاعتدال في القلق كالملح في الطعام ضروري جداً، ولكن إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. يروى أن أعرابياً عنده أمة، فقيل له: هل تتمنى أن تذهب هذه الأمة وتصبح أنت الخليفة؟ قال: لا والله. قيل له: ولم؟ قال: أخشى أن تذهب الأمة ولا أصبح خليفة. هذا الواقع، اقبل واقعك، قبول الواقع نوع من الرضا عن الله عز وجل. حاول أن تحدد المشكلة، حاول ألا يسلمك قلقك إلى اليأس ولا إلى التعاسة، ولكن واجه الحقيقة ولا تقفز عليها. هناك من يهرب منها بالقفز عليها وبتجاهلها. شيء آخر، انظر إلى واقعك بعين الرضا ولا تقسو على نفسك. ورد في بعض الآثار: نفسك مطيتك فارفق بها. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لا تنظر إلى نموذج يصعب الوصول إليه ثم تشعر بالإحباط المستمر. نفسك مطيتك فارفق بها، انظر إلى واقعك بعين الرضا، لا تقسو على نفسك، إن لنفسك عليك حقا. أيها الإخوة، لا يعني هذا أن تستسلم للمقلقات، ينبغي أن يكون لك طموح، كما قال عمر بن عبد العزيز:
تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. لا بد لك من آمال. هذا الذي يقتل الآمال يقتل الإنسان. الإنسان يعيش بأمل، لا تقلق على المستقبل، إنه بيد الله، والله عز وجل لا يضيع المؤمنين. اسمع الأخبار، واقرأ التحليلات، وابحث وادرس، ولا تنسى لثانية واحدة أن الله موجود، وأن الله بيده الأمر، إليه يرجع الأمر كله، وأنه لن يضيع المؤمنين لكنه يمتحنهم، لن يضيع المؤمنين لكنه يعالجهم، لن يضيع المؤمنين لكنه يدفعهم إلى الطريق الصحيح. أيها الإخوة، كل إنسان ينبغي أن يكون له أمل. الأمل يحرك، الأمل يدفع، الأمل يمتص المصيبة. أذكر مرة أنني تحدثت عن سعادة المؤمن، فاعترض معترض وقال: هذا كلام غير صحيح، المؤمن يعاني ما يعانيه الناس جميعا، إن كان في ارتفاع أسعار، إن كان في أزمة سكن. فخطر في بالي مثل: لو أن إنسانا فقيرا معدوما دون الخط الأحمر، وعنده أولاد ثمانية، ودخله محدود جدا، وله قريب يملك مئات الملايين، هو عمه، وعمه ليس له ولد، مات بحادث سير، هذه المئات من الملايين كلها لابن أخيه، انتقلت إليه، ولكن إجراءات الإرث وبراءات الذمة تستغرق سنة. لماذا هذا الشاب الفقير المعدوم في هذه السنة هو من أسعد الناس؟ لم يقبض درهما واحدا، ولكنه دخل في الأمل. قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ما دام الله قد وعد المؤمنين بالجنة وهذه الدنيا تمضي، وقد حدثتكم في خطبة سابقة عن أن الإيمان قوة مطلقة، وكيف أن أصحاب الأخدود حرقوا، وكيف أن ماشطة بنت فرعون ألقيت في الزيت المغلي ولم تنتصر. عد العلماء ثباتها على مبدئها وصحة عقيدتها نصرا مبدئيا. وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيها الإخوة، استمتع بالنجاح، ما في إنسان إلا عنده قدر من النجاح، إن في حرفته، إن في زواجه، إن في صحته، إن في عمله، هذا النجاح ينبغي أن تذكره. وقد قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله، يوم نصرك، يوم وفقك، يوم نلت هذه الشهادة، يوم عينت في هذا المنصب، يوم اشتريت هذا البيت، يوم تزوجت هذه المرأة. هذه النجاحات التي قدرها الله لك لا تغيب عن ذهنك، اشكر الله عليها، ذكرهم بأيام الله. النجاح يسعد، النجاح مسعد ويسعد. فإذا كنت على نجاح ما لا تنسى هذا النجاح، فهو من نعم الله الكبرى. أيها الإخوة، لا تحقد على أحد من الناس، الحقد على الناس دليل ضعف التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لا تحزن الفتاة إن رأت أختها قد تزوجت، فلها عند الله رزق لا ينساها الله عز وجل. لا تحزن الزوجة حينما ترى زوجة أخرى تعيش مع رجل غني، فقد يعطي الله المال ويسلب الصحة، وقد يعطي المال ويسلب السعادة. لا تبكي المطلقة إذا قابلت زوجة سعيدة. أيها الإخوة، لا تتمنى ما فضل الله به بعضهم على بعض. ما دام الله عز وجل قد خصك بشيء فاشكر الله عليه. أنا أتحدث اليوم عن الحالة النفسية للإنسان، الإحباط واليأس، وأن تحمل نفسك ما لا تطيق، وأن تتشائم، وأن تصبح تعيساً يائساً، هذا هو الانهزام الداخلي.
وهذا أخطر من الانهزام الخارجي. أيها الإخوة، شكى لي بعضهم أن مشكلة في بيته قد اختلت وهي تحتاج إلى نفقة كبيرة، بعض الأنابيب قد سطمت ولا بد من إصلاح البيت كله. قلت له: أشكر الله عز وجل على أن أوعيتك الدموية سالكة، تلك أصعب. كان سيدنا عمر يقول إذا أصابته مصيبة: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. أستاذ جامعي دخل على طلابه في الجامعة وسألهم: من منكم نشر الخشب يوما من الأيام؟ فقال بعضهم: نحن. قالوا: كلنا مارسنا يوما نشر الخشب. قال: عندي لكم سؤال، من منكم يستطيع أن ينشر هذه النشارة؟ كلهم سكتوا. هذا هو الماضي، ما مضى فات، دعك منه. هذا الذي يندب حظه دائما، يندب سوء اختياره لزوجته، يندب لماذا اختار الوظيفة فأصبح دخله محدودا، لماذا اختار هذا البيت فكان جاره سيئا، هذا الذي يتشكى دائما لا يصلح لشيء. الماضي مضى، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، ابدأ من هذه الساعة. أيها الإخوة، هذه بعض الحقائق النفسية التي يمكن أن تحل بالإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة، أنت متى تبحث عن مخرج؟ حينما ترى الأبواب كلها مغلقة تقول: أين المخرج؟ دقق في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لم يكن هناك مخرج، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودنا الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، هذا الذي يجري للعالم الإسلامي وراءه حكمة لا يعلمها إلا الله، وسوف تكشف الأيام في المستقبل عن هذه الحكم. أما الآن هناك حرب عالمية ثالثة معلنة على جميع المسلمين في شتى أقطارهم، لعلها دعوة إلى الصحوة، لعلها دعوة إلى الوحدة، لعلها دعوة إلى العمل، لعلها دعوة إلى التضامن، لعلها دعوة إلى أن يحب بعضنا بعضا. أيها الإخوة الكرام، الموضوع الثالث هو ما يسمى بعقدة العمل الغائب. هناك وضع سيء في واقعنا، هناك إحباط، هناك إخفاق، هناك ضعف، هناك شعور باليأس. هذه الأمراض النفسية ينتج عنها تأمل في غد مشرق دون أن نسعى له، نتخيله فقط، تخيلا فقط. فلذلك سماها بعض علماء النفس عقدة العمل الغائب. نتأمل أن ننهض جميعا، وأن نقاوم، وأن نقاتل، وأن 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 نعيد لأمتنا مجدها التليد، أن نعيد لها دورها القيادية في العالم. هذا ينتج عن الشعور بالإحباط. هذا المرض أصاب بعض الأمم السابقة. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى
إذ قالوا لنبي لهم أبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إذا نتوقع مستقبلا، فإذا جد الجد توانينا. الحالة النفسية المرضية اسمها عقدة العمل الغائب. نتصور هذا النصر دون أن نسعى له، نتخيله دون أن نعمل من أجله، نطمح إليه دون أن نتكاتف لبلوغه. هذا مرض نفسي، نعيش في مستقبل غير صحيح، في مستقبل موهوم ولا نفعل شيئا في الحاضر. هذا مرض نفسي، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منه. أن نتخيل مستقبلا مزهرا مشرقا موحدا قويا ولا نعمل شيئا من أجل هذا المستقبل، فكلما جاءت مناسبة كي نتقوى وكي نتوحد وكي نتعاون وكي نتضامن تفرق الجمع ولاذ كل بانتماءاته الشخصية ولم يرعى للأمة حقها. هذا مرض آخر يعاني منه معظم المسلمين. أيها الإخوة الكرام، هذا المرض أصاب بعض المؤمنين. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، متحمسون ولم يقبلوا بهذا الحكم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني مجتمع مكة مجتمع غير متجانس، في البيت الواحد مؤمن ومشرك، فلو سمح الله بالجهاد وقتها لكانت حربا أهلية. فجاء التوجيه الإلهي كفوا أيديكم مهما كان الاستفزاز، يعني أنا حينما أعمل شيئا أتوهم أن الله يرضى عني به، ثم يسبب هذا الشيء بلاء للمسلمين لا ينتهي بخمسين عام. أنا ماذا فعلت؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. المسلمون يحتاجون إلى مرجعية، إلى من يقرر أن هذا العمل مشروع أو غير مشروع. أما كل إنسان يجتهد ويفعل ما يريد ويدفع معظم المسلمين الثمن باهظا، تنزع منهم إمكاناتهم، كل هذا بسبب اجتهاد قد يكون غير صحيح. المسلمون يجب أن يكونوا وحدة، سلمهم واحدة وحربهم واحدة، ما كل إنسان يعمل ما يريد. هذا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أيها الإخوة الكرام، في آية أخرى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. الأولى لهم كما قال الله عز وجل طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.